إذا لمناقشة أزمة اللاجئين الأفارقة في تونس بعد طرد النظام الآلاف منهم إلى الحدود الليبية وموت العشرات تحت شمس الصحراء، ينضم إلينا عبر سكايب من تونس العاصمة الأكاديمي والكاتب السياسي التونسي الدكتور الأمين البوعزيزي. دكتور الأمين، مرحبا بكم. لنبدأ من تصريح لصحيفة لوموند الفرنسية، وصفت في هذا التقرير ظروف اللاجئين بعد طردهم من تونس بالمأساوية، ولكن في هذا السياق يعني كيف تبرر الحكومة قرار طرد اللاجئين دكتور؟ مرحبا أخي، شكرا لكم على الدعوة وعلى إتاحة الفرصة للحديث في هذا الموضوع. حياك الله. دعني أخي أكون معك صريح جدا، يعني موقفي على الأقل موقفي الشخصي ما أكتبه يوميا عن هذا الموضوع وربما الأكثف على مستوى يعني صفحتي في يعني فيسبوك وجذرية اعتراضي على ما تمارسه سلطات الانقلاب في بلدي، لكن ما تكتبه لوموند وما تكتبه او ما تضخه بعض الفضائيات الاوروبيه حاشاكم رخيص وكذب جدا، ولا يمكن لفرنسا ان تعلمنا مهما تناقضنا مع هذا النظام الانقلابي وتخبطه في هذا يعني الموضوع، لكن فرنسا التي دمرت افريقيا على مدار قرون وعلى مدار عقود والى حد اليوم وتنفذ الانقلابات وهي المسؤوله اجراميا عن اجهاض الثوره في بلدي وعن اجهاض الديمقراطيه، وفاخرت وقالت قتلت زعماء يعني في افريقيا ويعني منهم تقريب شكري بن عيد والحاج محمد الابراهيم، هي اخر من يعلمنا دروس احترام افريقيا ودروس احترام المهاجرين. يعني هذه النقطه منذ البدايه انا اتفاعل معكم كقناه يعني عربيه هواجسها اسلاميه وعربيه وانسانيه، ولكن دكتور نعم. اسف للمقاطعه، ولكن يعني قرار الحكومة بطرد اللاجئين خالف المواثيق الدولية التي صادقت عليها تونس وفيما يخص طبعا الهجرة واللجوء، على أي أساس اتخذ هذا القرار دكتور؟ نعم أسمعكم أخي من زاوية عربية أسمعكم. نعم. يعني ما جرى نعم فيه تخبط كبير، فيه أمر يعني إذا كان إلى حد اليوم من حدود الجزائر ما زال العشرات يتقاطرون يقطعون عشرات أو قل مئات الكيلومترات راجلين يعني دون حتى يعني ترفض كل السيارات نقلهم ويتقاطرون على مدينة صفاقس التي أصبحت شهيرة في يعني مقصد هؤلاء المهاجرين. ويعني يعني لسبب أخي أفترض أنك سألتني لماذا صفاقس مدينة صناعية ومدينة على البحر ومشهورة بعض يعني بلداتها بتنظيم يعني ما يعرف في تونس يعني بالحرقة يعني الهجرة عبر مراكب البحر يعني نحو إيطاليا، وهي قريبة أصلا يعني الجزر الإيطالية التي يقصدها هؤلاء الأفارقة ومنهم أيضا يعني تونسيون. نعم فيه تخبط كبير، لكن أيضا أستاذ فيه أمر يجب أن نكون صريحين فيه، تونس ليست لديها تقاليد في التعاطي مع هذا الأمر. أيام الثورة تدفق 1.5 مليون بين أفارقة وليبيون وأخرجت الثورة أفضل ما في هذا الشعب من احتضان تلك الملايين دون أي مشكلة، لكن مع الانقلاب وتردي الأوضاع الاقتصادية وتغذي هذا الانقلاب من هذه يعني النزاعات الشوفينية، ما عندوش ما يقدم للتوانسة إلا خطاب وطنجي شوفيني استعدى يعني بعض معنى هؤلاء المهاجرين. لكن أخي في أمر آخر أيضا أقول لك، فيه جمعيات في تونس تتمول من الاتحاد الأوروبي اسمها تونس أرض لجوء تعمل على توطين الأفارقة في تونس، يعني أوروبا التي اضطهدت القارة لقرون طويلة تريد طرد الأفارقة وتحويل تونس إلى شاطئ رابع وإلى ملجأ إلى من تقذفهم من هؤلاء الأفارقة. دكتور نعم. هناك رؤية تتحدث على أن الرئيس قيس سعيد حاول استغلال أزمة المهاجرين للعب بها كورقة مع الغرب لإنقاذه من الأزمة السياسية التي يعيشها حاليا قيس سعيد، ما مدى دقة هذه الرؤية؟ نعم هذا صحيح، إذا كنا يوميا نصرخ يا نظام يا من تمسك بكل مفاصل القرار في البلد يا من تمسك كل السلطات ما معنى تدفق العشرات يوميا يعني في راهو يعني ليل من البشر يقطعون مئات الكيلومترات دون رقيب ودون
حسيب، بمعنى في لحظة ما أراد أن يلعب ورقة التهديد بهؤلاء أنه يمكن أن يطلقهم في البحر. لماذا؟ بعدما حوصر ولم يتم الاعتراف بالانقلاب، نوع من الابتزاز ليعترف به دول الاتحاد الأوروبي، وهذا ما ذهبت فيه تلك اليمينية الفاشية ميلوني التي يعني ضحت بألام التونسيين وأشواقهم في الديمقراطية وأرادت فك الحصار عن يعني هذا النظام الانقلابي. المريب في الاتفاقيات هو هذا الأمر، أن الاتفاقيات تقول أن أوروبا ما عادت تهجر هؤلاء إلى بلدانهم الأصلية، بل تهجرهم من حيث البلد الذي انطلقوا منه للدخول إلى يعني أوروبا. وبالتالي هو أراد أن يلعب، لكن هذه الورقة كان يلعبها نظام القذافي، النظام النفطي، كانت اللجان الثورية ومخابرات القذافي هي التي تقوم يعني بهذا. يعني تذكرون تلك الاتفاقية الشهيرة والاعتذار للشهيد عمر المختار والتعويضات، لكن نظام ضعيف ومحاصر ولا يملك شيء أراد أن يلعب هذه الورقة فانقلبت عليه وبالا. طيب دكتور، من جانبها يعني الأمم المتحدة دعت إلى حل عاجل للمهاجرين على الحدود التونسية الليبية، هل ترى حلا في الأفق في ظل الإجراءات التي تتخذها حكومة قيس سعيد؟ بعجالة تفضلتم. نعم، هو أستاذي، هو أخي، إذا يعني أنا أقول لك هذا الأمر ولا يعني لا أمارس البروباغندا، يعني أقسم بالله أقول يعني الحقيقة. في تونس رغم أجواء التعبئة والاستعداء، لكن يعني 90% من الناس يتعاطفون مع يعني هؤلاء. المسألة الثانية، هناك رفض إلى يعني تحويل تونس إلى توطين يعني أفارقة، هم إخوتنا في الدين في القارة في كل شيء، لكن لا يمكن أن تكون تونس يعني موطن معناها لهؤلاء. المطلوب هو تعاون دولي، وهذه السلطات في ظل ظروف إنسانية، أقول ظروف إنسانية تحترم كرامة هؤلاء يعني البشر، لكن أيضا دون الوقوع في ابتزاز تحويل تونس إلى ملجأ توطين إكراما إلى ميلوني الفاشية في إيطاليا. عبر سكايب من تونس العاصمة الأكاديمي والكاتب السياسي التونسي الدكتور الأمين البوعزيزي، شكرا جزيلا لكم.